دمر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز قرية تيكخت بأعالي جبال شيشوا بشكل كبير وقتل حوالي 70 شخصا من أهلها. كيشفانت كاتخ عادت إلى هذه القرية بعد أسابيع من الزلزال، حيث تحولت هذه القرية إلى حطام متداخل من الخشب والأبنية المنهارة والأغراض التي سويت تحت الأرض. عشرات من الجثث تم استخراجها من تحت الأنقاض، ودمار في كل مكان هو عنوان المشهد. أصبحت تيكخت خالية من البشر والحياة بعدما تحولت إلى ركام جراء التداعيات الجسيمة للزلزال المدمر. وعلى غرار العديد من القرى المتضررة بشدة، كانت تيكخت قرية صغيرة فيها الكثير من المباني المشيدة بطريقة تقليدية باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين، إلا أن الزلزال محاها بالكامل كأنها لم تكن يوما مليئة بالحياة. وتوجد العديد من القرى الجبلية التي تضررت من الهزة الأرضية بمنطقة شيشاوا، نظرا إلى التضاريس الجغرافية الوعرة التي صعبت مأمورية فرق الإنقاذ التي وجدت في البداية صعوبات متعددة في الوصول إلى الضحايا والمصابين خلال وقت زمني وجيز.